صباح الخير عليكم، كيفكم دايرين حبيباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، نهاركم مبروك سعيد وجميل. اليوم ان شاء الله رانا غادي نديرو روتين مع بعض. غادي نديكم نخرجكم، اولا نخرجكم غادي نروحو نشرو شي صوالح مع النار، قربو كل شيء. راني باغي نروح ان شاء الله كاش ما نخطف شي صوالح مادام اليوم الحد زوجي قاعد. كنت في الحقبة نديكم ليبرتي ستيت بارك، واحد البارك هذا كنت ديتكم خطرة، كنت ديتكم هاكا عندي فيديو في اليوتيوب هي مدام، كنت مدام ناير قرب نبروفيتي روح كاش ما نخطف شي صوالح. وخطرة اخرى ان شاء الله راني نديك هنا راني صايا نلبس كلشي بنوجد الماسك تاعي. حنا غنديرو غير هادو لي ماسك تاع كتان، منش نديرو الاخرين، ما مملاح وما يجيبوش حساسية. الاخرين ولاو دولي الحساسية ملي وليت ندير هادو، الحمد لله. ندير الماسك تاعي ونقولكم قعدوا معايا متحوش لبعيد. ضروك غادي نروحو شوب رايت باش ما ناخذو، وخليكم معايا وغادي ان شاء الله نوريلكم شا غادي ندير. شوفو هنا بغيت نوريلكم برك، شوفو كي متقيدين، شوفو كي منظمين. هنا هذا الجلد يديروه سيبارو بينهم وبين لي كليون، شوفوا هكا الجلد يديروه بين كويت، تحس بالامان مام انتيا، يعني تحسي بالامان ما تخافيش على روحك، هكا راهم سيباري بينه وبينك. يعني بغيت نوريها لكم هذه بما انه الكوفيد، هي نصهم قاعدين كيما هكا. هاد الخضار راكم تشوفوا فيها كيما راهي، ديروها سوب واجده، يعني موجدينها لهم باش يديروا بها سوب جرينز. يعني اللي ما تعرفش ولا اللي تكون تخدم ولا سهله مهله، شوفوا شا فيها اللفت اللي فيها شحال من حاجه. المهم البنات انا وصلت شوب رايت واني نبدا نبغي نخير. انا هنا عاودت هضرت من جديد، يعني ملي كنت في شوب رايت قعدت نهضر ونسيت بلي كاينه موسيقى، راهم دايرين ميوزيك، وهاديك ميوزيك راكم تعرفوا حقوق الطبع وكلشي. راني لهذا عاودت فيديو كام جديد وهضرت كام جديد باش نحكي لكم شا درت شا ما درتش. كيما هذاكم تشوفي هنا مخلط، راني ديته تحيه مخلط ليكم بالجلفه. هنا كاين بلا جلفه بزاف صوالح، بصح انا خيرت مخلط خاطر هو اللي يمد الكشار من الناير. هنا غادي نخطف شويه صوالح، يعني مانيش غادي ندي بزاف. في الديبي انا كانت عندي واحد الغلطه، كنت نحسب كيما مع اهلي من نشرو كل شيء هكا، يعني تاع عائله كنت نشري بالزياده تا يقعد لي، بصح كيما دروك شويه بديت نتدرب نشري غير على حسابنا. ومع هاد الصوالح راهم دائما، يعني غير حنا باش هكا نديرو هذيك الامسيه الشابه تاع الناير وديك الحطه كل شيء، هذا بينا نديروها. شوفوا مهم، شوفوا معايا هنا شكاين شوب رايت، انا هو اللي يعجبني نشري منه الناير، نشريه من شوب رايت. هاد الجهة تاع الفواكه مجففة كاين يعني على كل نوع،
فاكهة على كل نوع، نديت واحد مخلط وغادي نشوف جيتفاكم مجففة، هذا هنا تاع الخوخ، هذا تاع هذا مانجو سلايسز المانجو، درايف ها هي يعني ناشف جاف، عندي ما ندير بيه، خليه نديه وصايب. وهنا يا جماعة الخير جيت نحوس على الخرشف، ما لقيتش الخرشف، انا قالب عليه امريكا، انا قالب عليه بلاصة اللي نسكن فيها ما لقيتهاش، بس كاين هو ولكن الخرشف ما كاش. حوست غادي نسأل في واحد الجروب تاع العرب هنايا، غادي نسأل ان شاء الله ديكو يجاوبوني يقولوا لك بلاصة هكا ولا نروح لها، راني باغية الخرشف وما لقيتهاش. ديت بسبه شوف واش قاعد الجنينة هذيك، هاد الجاردن اللي راهي هنا معمرة بالخضار والخرشوف ما كاش في وسطها. هذا ثاني جاي نوع من انواع اللي يشبه القرقع، ما يبانش بلاد كيقولوا له، هذا يشبه القرقع، يجي طويل، ثاني بنته شابه. وهنا هذا الجهه لكم تشوف فيها تاع الحوت، هنا كاع انواع الحوت تلقوهم هنايا، عندكم هنا السوشي، الكريفات، الحوت يعني السالمون خضر كما تعرفوا، كاين ناس ياكلوا حوت خضر ما يطيبوهش. هنا هذه كاع انواع خطراش شحال خطر كنت ناكل هذاك السوشي بصح زعما بنتها شويه شويه، ما يعجبنيش بزاف. هذه هنا هاد القرع لكم تشوفوهم البنات، ننصحكم بها، هذه قهوة باردة من ستاربوكس، ها هي واحد الخطرة ذقتها عجبتني بزاف، ها هي تشيل كوفي درينك، يعني قهوة مبردة يعني مبردينها، بنا ما نحكي لكم، ننصحكم تجربوها. وهنا البنات هادو بلاصة تاع الصوارح تاع الكاطو، لي كيسات يعني الكيسات هنا عندهم سامبل ماشي مزوقين كما تاوعنا، هنا هادو سبرينكلز يعني كاع الصوالح اللي تحوسوا عليهم تلقوهم في هاد الجهة تاع الكاطو منا، هاي بيكينغ كوبس، كلشي كاين هنايا. هذه هنا تاع طارتو سيترون يعني واجده مالغري تبريباري لها ديك الكريمه وتدخليها لداخل، كريمات كاين من ديك الجهه دوك نوريهم لكم، تبريباريها وتدخليها ديريكت يعني ما تطولش بزاف في الطياب. وهذه هي الكريم شونتي اللي تنباع هنا جريم ويب كيما كل خطره نوريها لكم، انا نشريها من شوب رايت، نشري كل مره وشحال نشري زوج باكي ثلاثه. وهنا كاع ما ننصحكمش بهذا الكوتي، هذا تاع الديسير تاع موس الشوكولا تاع سموه لي الفلون، هادو كاع هنايا حرام كاع بالجيلاتين، انا هادو ما نديهمش، نضرب طلا برك. ننصحكم هذا البسكوي 444 مخدومه بالزبده
بنينه بزاف، ومام حتى هذه شابه بزاف اللي سكنوا هنا نصحهم بيها. واخيرا لقيت البسكوي بودوار نديره في التيراميزو في بزاف ديسان ليدي فينغرز، هذا هو نصحكم به، انا كنت نشريه من قبل نخدم به لي ديسان يجي شباب. هنا جيت نحوس على الفول اليابس باش نخدم به الششم، ما لقيتش، دورت كاع عليهم ما لقيتش، كون شريه من بلاصه واحده اخرى. هنا حاطين غير اللوبيا بزاف، وهذاك الفول ما لقيتهش. وهالكوستميتيك شوب رايت متنوع من كل شيء، كوستميتيك تلقاي شا تبغي، حاجه اللي تحوسي عليها تلقيها هنايا، كل شيء كاين وكل شيء ماركه وشباب. هذه هنا غير الجهه تاع الكوستميتيك والباث، كل شيء كل شيء كاين. هذه كارتون سكوير، هذه جايه مربعات تاع قطن، نمسح بها يعني نتواي الوجه، شحال ما عندي كانت عندي وحده من قبل اليوم بدلت. ونصحكم البنات بهذا، ما نحكي لكمش عليه، مورنينغ بيرس من كلين كليو، بزاف بزاف شباب، ينقي الوجه. هذا كان عندي كل صباح نغسل به، انا مش عارفه لكم على بالكم بلي هذا يفطنكم، والله غير تفطني يعني، كنت تغسلي به تفطني تكوني نحسانه، تنوضي كاع حيويه ونشاط وكل شيء. لي جام كاتبين هذا ما ينوضك، ننصحكم به وينقي البشره يردها علامه، شايل لي البشره تاعها بزاف يعني ناشفه، ماذا بها تستعمل كشكريم من وراه، بصح يعني ينقي وما ما ينشفش بزاف البشره، خليها شويه رطبه. كنت الضفدع كي شابه عجبتني بزاف من بعيد شفتها. مستحيل اني نجي شوب رايت وما ندهمش هاد الجهه الرائعه، شوفوا الالوان، شوفوا 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 شحال شابه هاد الجهه، تعجبني. كنت تعرفوا شاد لعبتها دايره، لعبتها دايره راح ملي ايات، قلت لزوجي اه عندك عندك اي باش نجي نشري هنا. هو ديجا كل ما يجيب لي هنا يشري نشرو وحده، تخيل لا باخت. انا كل ما نجي الخير تاع شي كلها الخطره غادي نبدل، غادي نخلي زوجي اليوم يختار وحده ماشي انايا، كل وحده والكري تاعها، حتى الميرفاي ويبيعو الميرفاي تاعهم مش كيما تاعنا. شوفوا تمتعوا شهيتكم في الجنه. هادو هنايا فريش تعجبني لي طاخت تاعهم، غادي ندو هاد البيضه هادي، شو كسموها كانولي، هادي كانولي غادي ندوها، باينه بلي شابه، زوجي هو اللي اختارها. المهم هنا يبيعوا صوالحهم يعني فريش، يعني طايبين لداخل، كاين كوشه لداخل هي طيبوا فيها ويحطوهم هنايا، الريحه ما نحكي لكمش كوشه تاع البلاد. اما هذوك لي طاخت تاع الفريكو غيخطيكم منهم مكان حاره، هادو هما الصح، ولي بري تاعهم يعني طالعين على هذوك لي طاخت اللي يبيعوهم على برا، اللي يبيعوهم في الفريكويات.
هنا قلت ندي هادي ثاني، هادي شيكولا غير تبان شابة، مدينها 99 سنت، يعني يقولوا دولار الحبة، ما يخدعوناش بناين ناين، هي دولار. وغادي ندي من هادو نوتيلا بال بثنا يبانو شابين، ما مذقتهم خطرة مليح. وهنا جينا جي هاد الشيكولا مخلطة على كل نوع، غادي ندي شويه ان شاء الله مش غادي نكثر على روحي. وديجا حنا الشيكولا راه يوميا والسخايف راهم يوميا، ان شاء الله غادي ندي حاجه زينه وما نكثرش. دوك نشوف شندي، المهم بغيت نوري لكم انواع الشيكولا وتحرزوا رواحكم. الشيكولا الشيكولا دائما نقرو قرو في المكونات تاعها، الا فيها خط الشيكولا هنايا معظم الشيكولا تاعهم تنخدم بالكحول بالشراب، نخدم بالشراب. ماذا بكم يعني شوفوا مليح مليح قبل ما تشرو. انا والله خطات كي واحد الشيكولا نرفدها من ننسى كاع باش نشوف المكونات. المهم ديك نشوف شانتي اكيد من جيت الساشية تاع هاد الحلوى اكيد ما نخربش، خاطرش معظمهم مخدومين بالجيلاتين. ما ننصحكمش كاع تلبدو منا ويغيروكم، يعني بالنسبة اللي طالعين جدد، اما بالنسبة اللي راهم في شحال هنا راهم يعرفو هاد الهضرة. هنا انا كاع ما نرفدش وما ريسكيش وما نديش، خاطرش قبل كي جيت كنت نقرا، كانت عندي هاداك الهوس تاع القراية، نبغي نقرا شكاين باش هاكا ما نطيحش في الاخطاء وندي حاجة تاع جيلاتين ولا. هنايا جيت نقارع لزوجي، شوفو هنايا دايرين ماشين تاع القهوة، اتنشن كوستومرز كوفي استوديو ثانك يو. هنايا القهوة لازم تروح، يعني لي يدي قهوة ما يقعدش هنايا، لازم يربطها ويخرج برا، ممنوع. هاي استوديو خاطش قبل كانوا يجو هنايا ويجمعو شافو قهوتهم، دروك صايم مع كوفيد راهم قلعوها. يجي كوب قهوة تاعك كاس كوب قهوة تاعه هنا، هاد الماشين يخدمو قهوة لي تبغيها أيوا يخرج. المهم ما يبقاش يدور فيها هنايا، يدور في هنا في السطور، يبقى قالع الماسك تاعه وكلشي. وهنا راني قارع الزوج تاعي علاه، عطيته هو عطيته السلة وقلتله خلص وأنا جبت بنتي وجيت هنا خاطش غراشي ما نحكيلكمش بزاف ولا غير بزاف. يعني أنا ما كنت نجي قبل مع هاد الكوفيد وكلشي، كانوا يدخلو بالحبات، وراني درت فيديو كنت نحطه لكم من جيت هنايا كنت بالحملة مي عقلة، كانوا يعني يدخلو بال مش عارف 10 ولا كيما هاكا مع ستور كبير، وضروك ساين طلقت الحياة غاشي كبير مأمنتش عقلي سبحان الله. تحسب هما عندهم النايف والله ما على بال على هاد الغاشي كاع. المهم انا ايديتي داك الغاشي مبغيتش ندير لاشين باش نكون باش نقارع باش نخلص. ربت بنتي وجيت منا نقارع عليه زوجي، وقلت مادام راني قارع له نروح ندور على روحي في السريقويات كش ما نلقى سموها لي بات فريتي ولا كش حاجة. هيا جيت تاني ندور شوفو ايسكيمو في المشتا و الثلج مع كريم كل شيء. هيا قارع له هنايا و دوك ان شاء الله كي يعيط لي نروح. هذا الشوباني شا نقولكم واحد البنة من تخلطو هاداك يجي نص نص نص، فيه شويه كاطو وشويه شوكولا يعني مخلط، ونص الاخر فيه الياوت وتخلطوهم مع بعض تجيب لنا ما شاء الله. يعني تاكلي قادر هو تفطري بيها مش قادر تزيدي ورا حاجه كما هنا
كوطي كيما هكا هنا لي زامريكان، كوطي كيما هكا امريكانيه تفطر بيه عادي، شو روبا تفطر بيه بعد تاكل حاجه واحده اخرى وصاي حاجه خفيفه. هذه هنا جهة تاع اللحم، جهة تاع اللحم تاعهم ماشي تاعنا احنا مسلمين، خاطش هنا كل شيء حرام، يبيعوا البوك، يبيعوا اللحم الخنزير ويبيعوا هنا ما عمرنا ما رفضنا حتى، يعني حتى الكلب تاعي وما نرفدلهش، ما نكذبش عليكم، بالك نقول لكم خطا رفدت له ولا حتى الكلب تاعي قليل وندي لها ندي له دجاج ولا هي نورمال، ولكن ما نديلهش اللحم هذا، مش عارفه قالت لي نحسها هكا. وهنا تاع الخروف هذاك، تاع اللحم تاع الخروف هذاك، هوت دوغ، يعني كاع الانواع. كنت نعطيكم نظرة، تطلع هنا تحرز روحها تغلط وتدي منا، مش قاش تدي منا كاع، هادو كاع حرام، دائما نروحو للحلال جهة وما كاين حلال، ها منهم وعليهم ما عندناش عذر، ها منهم وعليهم هنا في امريكا تاع الحلال، يعني نروحو نشرو عليهم احسن، تزيدي نسبة تاع دراهم تشري حلال احسن من تشري هاد. سيبو راجعها الغالي وقال لي يعني كملت الحمد لله، طول من داك الغاشي طول باش 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 فات وخلص. المهم انا دروك راني رايحه ان شاء الله نروحو للدار، ونقول لكم خليكم مع هاد الفيديو قصير تاع هكا، يعني تسليل هكا شويه كاميرا لكم فيديو قصير، خليكم معايا، ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه طيبه، ونتمنى لكم الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ما تنسونيش اللايك حبيباتي، اللايك ولي كومونتير، ماكمش قاعد تقولي اللايك بزاف، ونتمنى ان شاء الله ديروا شير الفيديو مع احبابكم واصدقائكم، وانتظروني في فيديو اخر، والنير مانيش غادي نوري لكم حتى النهار اللي نير، انا غادي نوري لكم النير تاعي في امريكا. نتمنى لكم يوم طيب مبارك حبيباتي، ودمتم في رعايه الله وحفظه.